مشاهدينا اهلا بكم في هذا البث المباشر من منطقه مبروكه. وكيف كتبعوا معنا في هذا الاثناء يعني حادث سير للاسف السرعه كتكون في الغالب هي السبب. ودائما كنقولوا في التأني السلامه الانسان اللهم يوصل معطل المنزل ديالو ويوصل بخير وبسلام ولا يوصل ولا الله يحفظ يكون زربان ويوقع الواقع كيف كنشوفوا دابا. ها هو الحمد لله ما كاينش خسائر في الارواح كيف كنشوفوا دابا. ها هو التعطال، ها الطوموبيل واقف، العائله ها مالي الموتور واقفين، ها خسائر ماديه. هادشي كله ما كنبغوش نشوفوا لان مؤخرا ارتفعت يعني حوادث السير ارتفعوا بواحد الشكل اللي هو مهول. راه كل نهار تقريبا كتسجل عدد كبير ديال حوادث السير. شفنا كذلك للاسف يعني ارواح خاصه سائقي ديال الدراجات نوع 96 والطايماكس. يعني كنشوفوا شباب كتمشي الارواح ديالو بسبب السرعه المفرطه، ها اللي كيخرج في الشجره، ها اللي كيخرج في حيط، ها هو دابا طوموبيل مع دراجه ناريه. صور مؤسفه ودائما نحترموا السرعه ونمشيو بالمهل ونسوقوا بالعقل. وهذا الشيء دابا اللي كنشوفوا مشى الحديد، ضياع ديال الوقت، الاعصاب. والحمد لله الحمد لله انا ملي كنقولوا بقى العمر كنقولوا كل شيء يتعوض وكل شيء هون هي كنقولوها بالفرحه من الانسان كيبقى حي. ولكن ملي كنجيو راه حتى هذا الشيء فحال هذه الصور ما خصناش نشوفوهم. لو كان حنا ما عرفناش الخطا من واش من مول الدراجه ولا من مول السياره، ولكن لو كان هذا اللي دار الخطا مشى بالقانون ديالو ومشى بالمسائل القانونيه ما كانش غادي يوقع هذا الشيء، وما كانش هاد الصور اللي كنشوفوا غادي يكونوا اللي قلنا كيف كنقولوا راه مرتفعين بواحد الشكل مهول خاصه في اوقات الذروه وبالاخص يعني في شهر رمضان المنصرم. يعني راه كانت حوادث سير بالجمله. تعليق احمد كيقول لك اصحاب الدراجات الناريه الله يهديهم. حنا دائما والشباب للاسف اللي انا كنعرفوا الوليدات الصغار هما غالبا في الغالب كيسوقوا الدراجات الناريه، فبالتالي كيكون شويه ديال التهور، كتكون السرعه فكيجيبها في راسو وكيجيبها حتى في شخص اخر غادي كيف كنقولوا غادي كافي خير وشر وتا كتجي في تا والدقه. سليمان كيقول اول حاجه واش عندهم رخصه تنقل؟ راه منتصف الليل. هذا ملاحظه من الاخ سليمان، كنعرفوا ان ابتداء من الثامنه مساء والى غير السادسه صباحا حظر التنقل الليلي. سعيده كتقول لك اختي قربي الحادثه، راه مبروكه حدانا وعندنا خوتنا خارجين بالمطر. ما تخافي اختي، ولكن الحمد لله راه حتى واحد ما وقع عليه شي حاجه. يعني هما دابا واقفين كيتسناو غير يديروا المسائل القانونيه ديالهم، كلشي بخير وعلى خير. هذا هو نقدروا نطمئنوا الناس على حساب الاخت سعاد قالت لك اخوتنا خارجين بالمطر. المهم بالتحديد حنا من مورا القشله. ناديه كتقول لك السرعه هي السبب. اخت سعيده كنظن مشطون على الاخ ديالها كتقول لك قربي نشوفوا شكون دار الحادثه.
حاجه وحده نقول سعاد راه كل شيء بخير، ما تخافي حتى شي حاجه. هو كاين خسائر ماديه يعني في الدراجه وفي الطوموبيل، ولكن الاشخاص راه كل شيء، حتى واحد ما طيح، حتى واحد ما، الحمد لله ياك، ما كاين حتى شي مشكل الحمد لله. عائشة كتقول لك الله يحفظهم، راهم وليداتنا كاملين، كل شيء عندهم الماطر، والناس خدامين غير بالماطر. يا ربي امين ويحفظ الجميع. غير الانسان يسوق بالمهل، الانسان يسوق بالمهل وما يتسرعش، هذا ما يسوقش بواحد السرعة مفرطة. سيمو خويا حداك اختي، قولي لي ياك ما وقع عليه شي حاجه. الحمد لله كاع الوليدات بخير. وحاجه اخرى وحاجه باش نختم، نتمنوا السلامه للجميع، ودائما تكون الحيطه والحذر. وكيف يعني علمونا ودا منك الناس، راه كيقول لك دير راسك انت اللي عندك العقل، وكاع اللي كيسوق ما هكا، باش كل واحد كيقول انا راه هذوك انا اللي غنمشي عندي العقل، فبالتالي كل واحد كيمشي بالقانون ديالو، لان دائما راه السرعه هي السبب في هذا الشيء. والناس بزاف يعني تعليقات الناس مخلوعين، قال لك راه خوتنا وليداتنا راه ما خارجين بالمطر. حاجه واحده ينأكد، راه ما كاين خسائر الحمد لله، ما كاين حتى شي واحد طيح، ما كاين حتى شي واحد مصاب ولو غير بجرح. الخسائر كاينه غير ماديه في السياره وفي الدراجه. وها هي الشرطه في هذه الاثناء تحضر لعين المكان. فين اختي بالضبط؟ واش حدا الحوزيه؟ لا، من مورا القشله. الاخت سعيده اللي مشطونه بزاف كتقول لك الحمد لله، المهم هو السلامه ديال الناس، الحديد ماشي مشكل. شكرا طمأنتينا، جزاك الله خيرا، وانت من اهل الجزاء اخت سعيده. راه كيف قلتها، راه ما كاين كل شيء يعني، جرحه صغيره صغيره راه ما كايناش. المهم راه كيف كتشوفوا موتور طايح والطوموبيل اللي مضروبه، هذا الشيء اللي كاين، ولكن الناس راه كلهم بخير وعلى خير. وهي الشرطه حاليا في عين المكان. تعليق من سامي، لا حول ولا قوة إلا بالله، كثرة الحوادث سبب ديالو السرعة المفرطة وعدم احترام قانون السير. هادشي اللي كنتكلموا عليه آخر وشدي، كنتمناو يا ربي كل شيء ياخذ الحيطة والحذر في السياقة. راه أحيانا يعني راه كتهرب الطوموبيل، أحيانا كرموط، فبالتالي كان الإنسان غادي بالقانون ديالو. راه حتى لو وقع شي مشكل راه كتكون الأضرار خفيفة الحمد لله. وكنشوفوا دابا الشرطة يعني كتسجل شنو واقع، كتاخد يعني الأقوال من كلا الطرفين. هما سجلوا، غيغادروا يمكن كنظن المكان.
اذا المشاهدين تانا ما بقى لي الا نودعكم. الحمد لله راه ما كاينش خسائر في الارواح، ما كاينش حتى اصابات ولا غير جروح طفيفه. دمتم في امان الله، الى اللقاء.